انتوا ما عرفتوا تغلبوا الفضائيين؟ طبعا غلبناهم، دحين احنا الفضائيين الجداد وبنحاول ندمر العالم. كافي، ترى انتوا من الصباح جالسين تلعبوا. من امس الصباح على كده، شكلهم بيكسروا الرقم القياسي العالمي. ايش؟ بيلعبوا من امس الصباح؟ قفلتها خلاص، بتلعبوا وقت كثير كده، فلافيل ولصق في الكرسي، طلوا كيف صار شكله؟ ايه ده؟ الكرسي لزق في ظهري، الحقوني. هذا مو راضي يطلع منك، كده لازم تتعلم تعيش بيه. استنى كده. لا كتير، أنا مش عارف أنام، مش نافع الكرسي والسرير في نفس الوقت وأنا تعبت خلاص. هتمزح يا فلافيل وما رح ينفع اللي بتقوله. تمام، أنا همشي بيه وخلاص. أخيراً قام مشى، راسي خلاص حتنفجر من الدوشة اللي مسويينها. ها؟ أنت بتكلم مين يا درغام دحين؟ أكيد فلافيلو. بس هذا دوب ومشى. إيش المشكلة؟ إحنا كده على طول. بس أنت ما بتجلس معايا وقت كتير كده، ما عندي كلام أقوله. شوفوا كده، ما حد أعطانا مكان في الباص، بس ما في مشكلة أبداً، عشان جلس على الكرسي اللي كان معاه في ظهره. طلع موضوع الكرسي مفيد، وكمان حيريحوا مرة في المواصلات. هدول ما حد يقدر يفصلهم. هدول الثنائي العظيم ما تقدر تفرقي بينهم أبداً. المهم إن كرسينا راح في الموضوع هذا مع عم فلافيلو. بالضبط، واستنيت النهاية في الفيلم كمان، ما قدرت طبعاً ما أشوفها. إيش؟ كيف ما استنيتها؟ يا ابني ترى الرجال البطيخة يكون ابن الرجال الشمامة. أيوة. وبعدين في الفيلم الجديد راح يتحدون كلهم ويحاربون الرجال الشرير. إيه؟ العنود؟ العنود مين؟ اسم غريب أوي العنود، كده مش محصل عادل ولا حتى خلود. جيب هذا يا درغام. ألو، أيوة يا فلافيلو، سيب درغام في حاله، يلا عنده زوجته وأولاده الصغار. يا أخي الرجال نسينا فعلاً بسببك، أنا بمنعكم من إنكم تتقابلوا بعد كده نهائي، وإنت روح شوف لك أصحاب جداد، فاهمني ولا لا؟ نعم، قلت إيه؟ أنا ما سمعتش، صوتك بيقطع خالص، أنت في نفق؟ دي قفلت. يا ماما، أنا هعمل إيه من غير درغام دلوقتي؟ وطي صوتك يا رجال. معلش بجد أنا آسف، لكن أنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا هعمل إيه من غير درغام؟ ليش موطي صوتك هيك؟ شو رأيك تعلي كمان شوي؟ مو معقول، جرب هيك. ساعدوني، فهمت؟ يلا حبيبي روح نام، عن جد نزعت لي عيشتي، فيك تعيط الصباح؟ تمام، تصبحي على خير. وانت من أهله. ايش بيسوي الرجال هذا؟ ايش حيسوي؟ قاعد يطالع في الجدار. ليش؟ انت لما منعتيه شوف عم فلافيل وجلس بالشكل اللي قدامك هذا، يطالع في الجدار من غير ما يسوي شيء. درغام انت كويس؟ ما ادري. طب ايش بتسوي؟ ما ادري. انت شكلك ما تدري ايش تسوي من غير صاحبك فلافيلو، صح؟ ما ادري. خلاص سوي اللي تبغاه، رح نتعشى برا بمناسبة زواجنا اليوم، عارف وفاكر صح؟ ومن دون فلافيلو. انا رايح الكوافير دحين، تعال خدني من هناك بعد ساعتين. ما ادري. هذا علق. يعني بما اني ممنوع من الكلام مع درغام، يبقى لازم اتعلم اعتمد على نفسي بنفسي. ازيك يا نفسي؟ عامله ايه؟ انا فلافيلو. اوه فلافيلو، اهلا، عامل ايه؟ نزل ايدك جنبك وما تبقاش وحش. وانت مالك اصلا؟ هو انت مش عارف انت بتتكلم مع مين ولا ايه؟ المهم واضح كده اني مش عارف اتعامل مع نفسي دي خالص، يبقى انا لازم الاقي مرشحين يبقوا صحابي بجد. اهلا بيكو. ايوه، ومعانا اول مرشح للصداقه. اهلا بيك، انا اسمي رستم باشا. انا عارفك كويس يا رستم باشا، خلينا نشوف بتحب العاب الفيديو ولا لا. ساعات باكلها. هتاكل اللعبه؟ لو اضطريت هاكلها طبعا، امال ايه. جميل، ده ما بيميزش في الاكل زيي، عندنا نقطه مشتركه. طيب ايه اكتر لعبه فيديو انت بتحبها؟ يوم الخميس. ما بيفهمش في العاب الفيديو اصلا. يلا اللي بعده. وانت كمان شكلك لطيف، قولي انت بتحب البودنج؟ هو في بودنج اللي اكيد طعمه يجنن. المهم ايه الثلاث حاجات اللي هتاخدهم لو وقعت في جزيره؟ علق ولا ايه؟ اللي بعده.
ايوه نجم يا نجم تعالى. جبت ولدي الحديقه، ما لي دخل باللي تسويه. جاوبني الاول، بيتزا ولا شاورما؟ بيتزا. اصلا ما تنفعش معايا ابدا، مرجح الولد بالراحه، بتشتت انتباهي. اللي بعده اخد بسكوت. لا يلا اللي بعده. عم فلافيلو انت ايش بتسوي هنا؟ انت قصير، هتبيني عملاق، مش عاجبني حجمك. اللي بعده. ما جيت هنا للمسابقه اصلا، وانت ما راح تلقى صاحب بالطريقه العجيبه هذه. انا عارف ومظبط ومسيطر، وما عجبنيش حد من اللي شفتهم، نشوف حل تاني. ممكن تبطل تكتب اشياء عني في النوتة حقك؟ ذوقه في اللبس غريب. عم فلافيلو كفايه. تمام تمام، اصلا اللي بدور عليه مش موجود في حد، مش عارف انا بعمل ايه. ما ينفع تلاقي اصحابك باختبار، لازم تختلط بالناس وتتعامل معاهم عادي، فكر زي الصيادين كده. قرية الصيادين بعيدة قوي. انا قصدي راقب هدفك من بعيد وبعدين اتصرف. لازم اروح منطقة الصيادين؟ افهم، الموضوع ما له اي علاقة بقرية الصيادين، لازم تروح تتعرف عادي على حيوانات جديدة. عندك حق يا ليث، خلاص جه الوقت اني اقوم من على الكرسي اللي لازق فيا بقاله فترة ده. دام انك عارف تطلع منه وتقوم من عليه، ليش مستني كل هذا؟ الموضوع كان مسلي، اعمل ايه؟ اهلا، ايه رايك بقى لو نبقى اصحاب؟ نعم. لا انا شكلي اتسرعت. ايه رايك في سواقه الاتوبيسات؟ القياده يعني، نلف وندور طوال اليوم. ممكن الف شويه معاك انا كمان؟ هذا مستحيل. ينفع ينفع، اديني كده شويه. هات هات، بلفه كويس جدا. هات اترك. احنا كده مش هينفع نبقى اصحاب، انا هرجع ورا ادور على صاحب جديد تاني. ايه رايك لو انا وانتي باين اصحاب؟ عندي مميزات حلوة جداً، عندي إيد آلية ومن عينيا بيطلع ليزر. طلعت فريزر كيف؟ ممكن أجيب فريزر؟ فلافيلو. ها؟ فلافيلو. امسك إيدي يا درغام، يلا امسك إيدي أرجوك. إيش بتسوي يا درغام؟ عيب، أنت رجال كبير بتفضحني بتصرفاتك. أنا من جد طفشان مرة يا فلافيلو، الحقني. وأنا يا درغام جداً، والست دي كمان بتبص لي باستغراب، اصلا مش فاهم ليه. سيبه. انزل من الحافلة لو سمحت، لا نريد حوادث. انا اصلا ما حبيتش حد فيكم، هروح اشوف لنفسي اصحاب احسن. فاكريني مش هلاقي اصحاب؟ اكيد في كتير. عش عش يا صاحبي، عش عش. حنا الأشرار. صدق وايد أشرار. الحقوني. لا تهرب يا أسد. أوه حلوين أوي دول. أهلاً يا شباب، تحبوا تبقوا صحابي ولا لا؟ أنت منو أصلاً؟ مو بأي حد يمر يكلمنا، راوينا قدراتك الأول. تقدر تكسر القارورة هذه بخرطومك ولا ما تقدر؟ طبعاً أقدر. أوه كفو، يسلم خرطومك. راوينا كيف تقدر تفجر هذا الحيط بعيونك ولا لا؟ أمزح، نحن بعد ما نقدر نسويها. شكلك شجاع يا فيل أنت، ممكن تنضم لنا بسهولة. يلا البس الجاكيت هذا، خلنا نروح نراويهم الشقاوة ونخرب يا شباب. أيوة احنا أشرار. مرحبا يا فندم، تشرفنا. اتشرف باسم حضرتك. بالهنا والشفا يا فندم. مرة كويس إننا جينا هنا، جد المكان مرة حلو. أيوة أيوة مرة حلو. هذه كارثة لو لساعك بتفكر في فلافيلو يا درغام. إيش أسوي بس يا العنود؟ ما هو كل شيء غصب عني بيفكرني فيه. درغام بص، بقيت بسلة. هوبيدي 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 هوبيدي. إحنا أشرار، يلا أشرار. طالعوا هنا يا شباب، شكله مكان فخم. يلا خلنا ندخل نتسلى شوية. أنا خايف يعني. أيوة يلا نتسلى. جاي حنا حنا أشقياء. آسف بعتذر منكم، بس ما فيكم تفوتوا بدون طقومة. لا شوف دشيت، شوف منو قال ما يصير. بس للأسف يا فندم الترابيزة دي محجوزة الحين، ما صارت محجوزة. يلا خلا يروح ياكل هناك. أنا وايد جعت، وانت ما جعت ولا شنو؟ جوت. ما اسمعك؟ جوت. ما اسمعك؟ انا جوت. انا
نبي ناكل نبي ناكل يلا نبي طاولة هذه انكسرت نبي طاولة جديدة بسرعة حنا نبي ناكل طلع الناس هدول جد مرة غريبين ماني عارفة كيف يتصرفون بالشكل هذا فلافيلو ترى كافي تهيؤات لا العنود فلافيلو هنا اوه درغام شبلاك يا اخوي هالريال الملون مضايقك ولا شنو؟ ايه؟ اوه لا ايوه اشوفه وايد مضايقك يلا صير واجه الاسد اللي واقف هناك ولا انت مو بشرير؟ ها؟ شرير طبعا شرير ايه السؤال ده؟ ولا ايه يا برنس؟ انا شايف انك لقيت اصحاب جداد يا صديقي يلا مبروك عليك مش مبروك خالص يا درغام انا المفروض امسكك واضربك حالا دلوقتي عشان كده كلهم باصين عليا يلا نعرف الشغل وانت يا صاحبي ايش ناوي تسوي مش عارف يا درغام انا متضايق لانك ما بتكلمنيش خلاص عشان كده هرمي التورته الحلوه اللذيذه اللي بالكريمه دي في وشك غالبا بس انا ما كنت ابغى الكلام هذا يا صديقي العنود اجبرتني على كل هذا صاحبت ناس غريبه عشان ما بقاش وحيد وانت مش موجود شايف عملت في نفسي ايه للاسف ما صدقتك يا فلافيلو انت فعلا لحد درجه ما عندك اصحاب غير درغام انا ما كنت اعرف كده للاسف يا عنود مش عارف فعلا اتعامل مع حد تاني احنا كده من جد يا العنود ارجوكي خلاص تمام اتكلموا وسووا اللي تبغونه أيوة. يا فلافيلو وايش تتريع عندك لا تكون استويت واحد منهم يا لهوي هنخلص من دول ازاي بقى اقول لي طبعا سهله بحرب تورته الكريمه هيا شو اللي قاعد يصير حرب تورته الكريمه يهو هكذا تكون التسلية هيا بنا إيها حظنا حلو قوي إن إحنا بناكل كيك كده هنعرف نشاركهم فرحتهم أوكي بديت والبادي أظلم يلا امشوا خد الجاكيت يا صاحبي فلافيلو خلاص هيهرب تعال يلا نسوي وضعيتنا القوية مرة يا درغام مو كده ما تفضحني قدام الناس طيب ماشي خلاص نسوي وضعيتنا في البيت وحشني اللعب معاك مرة يا أحلى صاحب يا فلافيلو وانا يا درغام بلاش نفترق تاني أبدا أنا داخلة أنام وإنتوا كمان ما تسهروا كتير وإنت يا فلافيلو إنت عارف مكان الباب صح ولا لا؟ الباب؟ إيه ده؟ فلافيلو العنود فلافيلو الباب أها قدامك العنود باب إيه؟ فلافيلو كفاية العنود مش كفاية شوفوا إيش على الإنترنت؟ مكتوب على الإنترنت كلام عن الملاهي الجديدة فيها أحسن قطار سريع في الدنيا كلها أنتم لازم تجربوه يا جماعة وما تضيعوا الفرصة عايز بصراحة أركب القطر الكوكي المكوكي يا درغام عايز أغيث صحابي اللي معايا في المدرسة خلاص وصلنا أهلاً حنا نبغى نجرب كده القطار السريع الجديد اللي عندكم هذا نبغى 3 تذاكر 300 ايش كيف يعني ايش كيف هذا يعني كيف 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 هذا مزح بالفلوس هذه نروح المريخ بالقطار ونرجع ايوه نسافر المريخ بالقطر القطر الطاير احنا ممكن بالفلوس هذه يعني نسافر عبر الزمن من جد ايوه بسرعه الضوء السريعه دو نوصل للمريخ اذا هيا لا اريد تعطيلكم تفضلوا طيب يلا رح نمشي بس أنا أبغى أركب القطار هذا تمام جيب 300 دنقل طبعاً الكلام سهل بس أنا ممكن أركبكم قطر مدهش قوي أحسن من القطر السريع ده اللي في الملاهي أنت بتتجسس علينا رستم باشا وداني هي اللي سمعتكم بالصدفة سمعتنا بالصدفة تفضلي صدق انت نورتينا وايد اليوم طالما كده نعزم ودنا حضرتك على الشاي طيب فين هذا القطار المدهش ايدك على البسكوت تمام خد البسكوت تمام ده بسكوت مظبوط تعالوا ورايا مو هذه محطة قطار قديمة؟ ايوه وصديقي الميكانيكي عايش هنا من زمان جنب القطر ايش ده؟ هدول بيحطون القطارات القديمة هنا القطار هذا لا يمكن يتحرك ابدا
من أينه ما بيتحركش؟ أهلا يا جورو. رستم باشا خير؟ مين دول؟ دول أصحابي من زمان جدا. بس أنا معرفكش. أصحابي عايزين يركبوا قطر سريع فجبتهم لك على طول. شكلك جبتنا على الفاضي. الفاضي؟ أنا الميكانيكي الراكون جرول. روك أند رول؟ لا الراكون جرول. بقى أنتوا عايزين قطر سريع؟ خلاص سيبوهالي. أنا من رأيي تجربوا الموضوع. طيب ماشي، طالما أنت مرة واثق كده. اتفضلوا البسوا دول. حلو قوي. يلا كله يمسك كويس، اسرع عطر في العالم هيتحرك. معقول احنا ماشيين بسرعه قوي؟ انا مش قادر. اتريق براحتك، لما الفحم السبيشال ده يولع هتشوف. الطريق قدامنا بيخلص، ايش هنسوي دحين؟ ما تقلقش خالص، احنا مش هنحتاج طريق لرحلتنا دي. اوكي. انا ما بقتش فاهم اي حاجه، ايه اللي بيحصل؟ هذا شكله شارعنا، احنا بنرجع بالزمن. بس جده ابو السباع لسه عجوز. عشان جدك عجوز يا ابني من زمان. مفيش واي فاي هنا. انترنت ايش دحين يا فلافيلو؟ السنين هذه ما فيها انترنت ولا حتى فيها تليفون. الفضاء؟ حنا ليش جينا الفضاء؟ الارض بتلف، ما بتفضلش في مكان واحد، دي بتروح اماكن كتيره جدا وهي بتلف في الفضاء. يعني كل افلام السفر في الزمن كانت بتكذب علينا. ابو السباع، ايش اللي جابه هنا هذا كمان؟ بصراحه جدكو ده غريب قوي، عاوز اعرف ازاي كان كده. امسكوا كويس. ايوه وصلنا لآخر محطة. مو مصدق، يا ترى قد إيش رجعنا في الزمان؟ عن نفسي عارف الحفرة اللي في الأرض دي، إحنا قبل أسبوعين تقريباً. كلام مش مظبوط، دي مش حفرة في الأرض، دي أثار رجل ديناصور. ده بيلبس مقاس كام؟ أنا بلبس مقاس 149، يبقى الديناصور يلبس 150. أوف. شوفوا، دي شجرة بسكوت قديمة جداً. ايه ده؟ يبقى البسكوت كان بيتزرع ويطلع على الشجر. ما ينفع تاكل اي شيء هنا. هيحصل ايه يعني؟ يا ماما. يلا نهرب قبل ما نتاكل. ساعدوني ارجوكم. ايه بعد ما تلمسش جزمتي؟ لحسن تكبر هي كمان، مش ناقص. كفايه فسحه، يلا بينا بقى علشان نرجع. ايه ده؟ ازاي؟ ده مستحيل. ايش فيه؟ ما فاضلش فحم من السبيشال بتاعي. يعني خلاص هنفضل هنا للابد؟ انا دماغي كبرت. استنوا، اهدوا دقيقه، لو وصلنا للسرعه المطلوبه احنا ممكن نسافر عبر الزمن. ايوه زي الفيلم بالضبط. ممكن نجرب. ارجعوا ورا وزقه جامد، نزقه على المنحدر عشان نبقى اسرع. يلا دفوه. يلا زقه جامد. يلا. ما تلمسنيش بدماغك الكبيره يا رستم باشا. كفايه يا فلافيلو. تمام خلاص بقى اسرع، يلا اركبوا. لازم نوصل لسرعة 88 كيلو في الساعة. كده بناخد مخالفة. أنا خلاص ما بقتش شايف حاجة. فاضل شوية، إحنا ماشيين على سرعة 80. إحنا هننجح. أيوة لازم ننجح. أمن عليا يا
الجمباشة. أنا ما بقيتش أعرف أفتح عيني من كتر ما وشي كبر. أنا مش شايف حضرتك مين. شدني أمرا، هذا هو الماموث اللي أنقذنا. شكلك جد 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 نفخ دماغك ملوش علاقة. جد 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 جدي ده ولا إيه؟ بابا إيه بابا دي؟ ابني 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 فلافيلو، لا تطول هذه المرة. ابني 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 حفيدك يا جدو. هبا 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 هلو بابا بابا بابا. خلاص خلاص لا تدف، رح نمشي. بابا اوه اكيد ده بيت جد 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 جدي، ده حلو قوي. ويا ترى ايش الحلو فيه؟ هذه قطعة حجر وفي رسومات مرة غريبة على الجدار وما في أي شيء تاني. أيوة، غير إن جدي مفاجأة، رجل كهف. طبعاً أنت غيران جداً. الموتور اتدمر خالص وما فيش فحم، وخايفين نطلع برا من الوحوش الخطيرة. مستنباشة وجهها زي البالونة. أنت مين؟ اسمك إيه؟ أنت هنا، هنفضل هنا لآخر يوم في حياتنا. جدي ما تتعبش نفسك، شوف ولاعة بتولع. بتعمل ايه؟ انت شكلك كده عاجبك شرابي. هذا معجب بيك يا فلافيلو عشانك ولعت النار بسرعة. بغير كده يا جدو، ارجوك سيب رجلي. الحقيقة انا كنت بشوف في الافلام التسجيلية رسومات رجال الكهف، لكن اول مرة دحين اشوفها في الحقيقة. يلا ارسمني يا جدو وطلعني كيوت. دقيقة واحدة، اللي حقوله هذا يا جماعة ممكن يبان غريب بس حيروحونا. مش هنروح، الموتور باص خلاص. ما رح نحتاج له، احنا اكيد محتاجين الاقلام الحجر. ليش يعني؟ الاقلام هذه آلة زمن، ليش تبغاها؟ ايوه، اصلا الاقلام ماكينات زمنية، جيبوا اقلام حجرية كثير على قد ما تقدروا وتعالوا. انت متأكد؟ يا ابني استنى لا تجري. هو هيعمل ايه بالظبط؟ استنوا استنوني فلافيلو، خد بإيدي، أنا مش شايف أي حاجة. يلا يلا تعالى من هنا. انت شكلك غريب قوي. شوفوا أبو العينين راح ينقذنا. انت ليش كتبت كده؟ مدام حنا في الماضي يعني اللي راح نكتبه راح ينشاف في المستقبل، يعني الدكتور ابو العينين راح يشوفها ويسوي آلة زمن وينقذنا. لو هذا شارعنا يبقى لازم نكتب في كل مكان يا جماعة عشان يعرفوا اننا موجودين هنا. يا بهوات، الحفرة فاضية. حنا لازم نكتب قبل ما يرجع الديناصور. مش عارف ليه ما بيجيبوش الجوابات على البيت. أبو العينين؟ هم ليه كاتبين اسمي؟ الدكتور أبو العينين هينقذنا، إحنا محبوسين في عصر الديناصور درغام. إيه ده؟ أبو العينين، أبو العينين، قول لي ما شفت أحد منهم؟ يا دكتور مو لاقينهم من أمس. لا لا ما شفتهمش خالص، هو درغام اللي كتب ده. أنا ما أدري، وكمان في شيء مكتوب هنا. احنا في عصر البسكوت بيطلع على الشجر فلافيلو. هدول كده مرسلين لك رسائل، اكيد سووا شيء غريب تاني يا دكتور. مش معقول، دول كده يبقوا اكيد سافروا للماضي. انا رايح للمعمل. انا تعبت مره، كتبت في كل مكان. ها كم دول؟ مش شايف. طب ودول؟ قلت لست ادري يا عم انت، انا ماشي. صحابي لا يعتمد عليهم البتة. ايه ده؟ ايه اللي وقع على راسي؟ الحقوني. رجلك. دحين احنا انتهينا. راسي اتعدلت، لعاب الديناصور خفف لي راسي خالص. ايوه ما
مرة حلو كده، خلاص كله انحل. على فكرة حنا في معدة الديناصور. أخيراً أخيراً لقيتكم. الدكتور وصل. هاي يلا تعالوا اركبوا بسرعة. بني وقالت زمن في نفس الوقت، حاجة ذكية جداً. هو أنت ليش تأخرت كده؟ يعني مش كفاية إني جيت في الوقت المناسب؟ ده أنا بدور عليكم بقالي أسبوعين وأكتر. عندك حق، آسف. مشكور يا دكتور، أكيد اللي في البيت قلقوا مرة. طيب يلا نرجع البيت بسرعة. إحنا جبنا ده بالغلط معانا. يا جماعة ساعدوني شوية عشان أقدر أرجعه. جد الكبير جد الكبير جد الكبير جد 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 باي باي. يبدو أني نسيت ولعتي مع الماموث، الزمن هيتغير خالص. ينتظر منكم أداء مميزا بمناسبة عرض حفل آخر السنة المقرر لكم يا أولاد، هل من أفكار؟ من فضلك يا أستاذ، بدي اشترك بعرض حفلة آخر السنة. تمام، وما العرض الذي تنويه؟ يعني فيني قلدك مثلا، بتحب قلدك وتشوف؟ تقلدني؟ ليك ليك. طلعوا شوفوني، أنا كتير كول، بكتب قصص ومواضيع على اللوح، عندي طاولة مهمة وكمان أدنية طوال. لا لن أسمح لك، فكر في شيء آخر، ليث فيما تفكر. هو أنا الصراحة بفكر أسوي عرض سحر خيالي. وهل يمكنك إخفاء الأشياء؟ أنا بدي أختفي وما حدا يقدر يلاقيني بنوب. عم بمزح بس بحب إني يختفي. يعني أنا ما أعرف ممكن أخفي أشياء ولا لا، لازم أجرب أول. حسناً لا بأس، اذهبوا وحضروا عروضكم ونتقابل يوم الاثنين. يلا نشوف أنا فعلاً أقدر أخفي أشياء ولا لا. لازم أطالع بنظرات تخوف وأسوي حركات غريبة من بعيد. تعال يلا. في ايه؟ انا عايش. انا مو مصدق. ايوه انت طبعا لازم تصدق، انت ساحر عظيم جدا واكيد هتعرف تخفي اي حاجه. يا ابني هو انت طيب للدرجه دي؟ هتخفي الازازه دي ازاي يعني؟ بص، في قدام محل لعب سحرية فتح جديد، في هناك آلات غريبة ممكن تنفعك، روح بص عليهم كده. انت عندك حق، هروح اشوفه. كوميدي قوي ليس ده. ايوه كوميدي جدا. شكلك خفت بجد. ها هذا ايش ده؟ كده مرة كتير. هذا ما بيخلص أبداً. وبعدين أنا ما حعرف أدخله تاني، حسيبه في مكانه. مو هذه طاقية الساحر؟ يا ترى إيش اللي جواتها؟ فيا تسالي، تعا تعا، عشو عم تطلع جوا؟ كان بدك تشوف شي غريب؟ أنا مرة آسف. ويا ترى إيش هذه؟ هاي عشو. بش يا ابن انت، تعال هنا اما اقول لك. انت ايش اللي صار لك؟ مفيش، اصلا انا جيت هنا عشان اريح شويه، ولما جيت افتحه علق فمش عارف اخرج منه. ممكن تشيلني تدخلني جوه؟ عشان عايز اجيب شنطه الادوات من جوه وافتح الاقفال. تمام هشيلك. ايش بيصير؟ الحقوني. ايه ده؟ انا جسمي اتقسم نصين. انا اسف جد اسف، انا ما سويت شيء، ماني عارف ايش المفروض اسوي. تجنن وانت خايف. انت ايش قلت؟ زق يا ابني انت زق. ما تخافش وتعالى، دي بقى خدعة سحرية بسيطة قوي. ماشي. انت كنت جاي هنا تدور على ايه؟ عندي عرض في المدرسة وابغى اسوي سحر بس ما اعرف كيف. طب ايه رأيك لو تتعلم تخفي شوية حاجات؟ هذا مرة حلو. لو كان كده يبقى انا عندي حاجة تناسبك جدا، العباية السحرية. طرططام. اصلي بحب اعمل مؤثرات صوتية غريبة كده وتعمل جو، ايه رأيك؟ تمام. مرة حلوة، بس قول لي يا ترى كم تمن هالعباية السحرية حقتك؟ 10 مليار دونجل. ايش؟ 10 مليار مليون؟ لا هذا كده مرة كتير. بص هقولك، انت شكلك كده ولد طيب وكويس. شكلك يشبه معلم نينجا يربي سلاحف عشان يحارب بيهم الأشرار. ايوه، في ناس كتير غيرك قالوا لي الكلام ده. المهم اسمع، خد العباية السحرية، اخفي بيها كام حاجة في العرض ده واستخدمها براحتك، ولما تخلص يبقى رجعها تاني. تمام؟ يا سلام عليك، أنا شكلي طيب بس مو أطيب من قلبك.
لما نشوف العباية السحرية إيش حتسوي؟ الأول هبدأ بالكتاب هذا. يا ترى أنا لازم أقول شيء معين؟ هألف أي شيء. يلا بسرعة اختفي. اختفى الكتاب، اختفى. نجحت، يعني العباية هذه بتنفع فعلا. حكمل، أنا حخفي أشياء تانية كثير. يلا بسرعة اختفي، يلا. تعالي أنت كده، يلا بسرعة اختفي. مرة حلو ده. يلا بسرعة اختفي، يلا. هذا طلع شيء مرة حلو وعجبني. الجويستيك بتاعي اختفى يا درغام. أنا كمان يا فلافيلو ماني ملاقي اليد. إيدي بقت فاضية فجأة يا درغام. أنا كمان يا فلافيلو، تيجي نطالع بعيد ونشوف يدينا فيها الجويستيك ولا هذه تهيؤات؟ لا بلاش تعمل كده، عشان إحنا لسه تحت تأثير اللعبة. أنا راح أشوف. ما في يد. هبص يا ماما، وأنا كمان معيش جويستيك. أكيد في حرامي جويستيك موجود معانا في البيت. العباية هذه طلعت مرة جميلة. المهم لازم أرجع كل شيء مكانه. بس ما أدري كيف حسوي كده. إيش في؟ يا ترى العباية ليش اختفت؟ وين راحت؟ أها طلعت فوق السطح. البيت راح، البيت كله اختفى. ايش بس اللي سويته هذا؟ يا ماما رجعين البيت حقي دحين. سعادة ما تتوصفش انك تلاقي علبة بسكوت ما تاكلش منها. البسكوت ده ليا انا لوحدي. استعد يا بقي وجهازي يا معدتي. اجري يا رستم باشا، امسك العباية هذه معايا. مفيش حد يقدر ياخد مني بسكوتي حبيبي. يا بنطلوني. الحقيبة. عصايتي. دي سرقت دفتري. بيجامتي. اهدي اسكتي. ايوه ما تتحركيش. بسكوتي، انت هنوتي اديني بسكوتي. انسى البسكوت دلوقتي، خش بسرعه المحل قبل الناس ما يتلموا. يا ابني انا قلت لك ايه بس؟ اخفي الحاجات اللي ملهاش اهميه، لكن واضح ما مسكتش نفسك وقعدت تخفي في كل حاجه من الحاجات اللي حواليك. ايوه صح، ما وقفت ابدا، حتى اخفت جدي اللي كان نايم. والعبايه حست بالطمع اللي عندك فرجعت لطبيعتها من تاني، وبدأت تخفي كل حاجة تشوفها قدامها. يا ماما إيش حنسوي يا عمو؟ قولي كيف حنرجع كل شيء زي ما كان. الأول البسكوت. لازم نروح التلاجة، تعالوا معايا. الفتاحة؟ لا التلاجة. التلاجة إيش؟ الحاجات اللي بتخفيها العباية بتروح لمكان تاني، أنا بسميه التلاجة. هفتح باب للمكان ده عن طريق العباية والمراية اللي قدامكم دي، وانتوا بقى هتدخلوا منه، علشان هنضطر نمسك العباية لأنها خرجت عن سيطرتنا تماماً. يا صباح الفل، هو الراجل ده بيقول ايه بالظبط؟ لو جاهزين أنا هبدأ. البسكوت. عملتوا ايه؟ كان لازم أفهمكم الطريقة اللي ترجعوا بيها من هناك. انتوا كده ضيعتوا. يا ماما جينا القطب الشمالي. هنتجمد. برداوي. هذا بيتنا قدام، بسرعة. تمام يلا. انتبه، في حاجة رجلي اتكعبلت فيها. في حاجة. هو ايه ده؟ طاقية. هذه طاقية طويلة مرة. ايش ال ثقيلة مرة. ساعدني يا رستم باشا. مين هذا؟ ده راجل التلج. لا تمزح، طالع لملابسه لابس ملابس حقت ساحر قديم، يعني يمكن يساعدنا. يلا بسرعة ندخل البيت عشان يتدفى. بسكوت بسكوتي، هو انت رحت فين؟
أنا نفسي أكل بسكوت أوي. تمام يلا سيبه. أهلا يا شباب. إيش ده أنتوا هنا؟ يا ابني إيش اللي صارنا هذا؟ أنت يا ابني لعبت في شيء تاني ولا إيش؟ إيش إيش سويت بالضبط فهمني؟ هذه حكاية طويلة، الأول لازم ننقذ الساحر. أهلا يا فلافيلو. مالك زي ما تكون اتجمدت أول ما شفتني قدامك. رستم باشا بلاش الهزار البارد ده معايا، كده هسقع لك أسرع. طب ما أنت بارد أهو أساسا من غير أي حاجة. هي إيه رأيك أجي عندك كده وندور التلج اللي ما بيننا ده؟ يلا يلا دوب التلج هذا. تمام. أوي أوي، في أي عام نحن؟ ترى أنا هنا من سنين وسنين. من فضلك لو سمحت، في احتمال إنك تكون شفت أي بسكوت واقع هنا حواليك. اهدي ودلوقتي خليك عباية كويسة واسمعي الكلام وادخلي قفصك يا حلوة. لا يلا تعالي هنا، ارجعي أرجوكي، اوعي تعملي كده، اوعي تدخلي جوه، تعالي. يا ابوي قلت لك ما وياي بسكوت. رستم باشا ممكن تسيبه في حاله؟ ها؟ ايش اللي بيصير برا؟ طالعوا هناك كده؟ مو معقول الاشياء اللي قاعده تختفي، هذا معناه شيء واحد فقط، ان العبايه جت عندنا من هذا المكان. هي العبايه حقتك اصلا؟ نعم، بس دخولها المكان مثل هذا مو بشي زين، ترى دخولها للمكان اللي فيه الاشياء اللي اخفتها بيعقد الامور اكثر، وكل شيء هني بيبدا ينهار، كله بسبب الحركات اللي تسويها هذه العبايه المجنونه. ترى بتخفي كل شيء لحد لين ما تي تخفينا حنا بعد. أنا اختفي عادي، إنما لو حصل حاجة للبسكوت. بس لازم نطلع من هني، أنا بفتح مخرج جديد وبناخذ معانا هذا البيت. العنود كانت تبغانا ننقل من زمان، هذا كويس برضو. واه جدي، ده جدي هناك، محتاج أي حاجة طويلة بسرعة. يا ود هذه، خذ عصاية الساحر مالتي. أنا مو مصدق جد. بسرعة، كل حاجة عمالة بتختفي. اتحملوا. مصدق خلصنا في آخر لحظة. كويس إن ماما ورزان كانوا برا البيت اليوم، وإلا ما كانوا راح يتحملوا المغامرة اللي صارت. أنا ما أدري إيش أقول لك، هل كل اللي صار بفضلك ولا إنه صار من تحت راسك؟ عموما أشكرك جدا عشان أنت أنقذت حياتي اليوم. لو سمحت خذ العصاية هذه عشان تبقى تتذكر اليوم اللي تقابلنا فيه. لا يا عمو بلاش، كفاية سحر علي كده، أنا حجرب أي شيء تاني وخلاص. إيش هذا؟ أنا شكلي نمت كتير مرة وصرنا في الليل. حنعمل إيه دلوقتي؟ ما أي حد بقى يساعدنا منكم. ينفع طبعاً ينفع، بص أنا هنقذك دلوقتي حالاً وبسرعة هو. تعال يا ليس، يلا ندوب التلج اللي بيني وبينه ده، حاجة بسيطة. بتضحك قوي. ايه يا ابني، ها انت كويس؟ طمني عليك. ايوه، وعرفت ارجع تاني بسبب الساحر. طيب والعبايه فين بقى؟ جايين عشان نخليها تحت السيطره. فين المرايه يا ترى؟ موجوده هنا اهي. زين كده، عمرها ما هتتحرك من مكانها ابدا. يا عمو لو سمحت، هو ده بكام؟ ده ب1500 دونجل. اوه غاليه قوي يا عمو. طيب قولي، حتت الإزاز اللي على الأرض دي تمنها كام تقريباً؟ خليتها حتت إزاز، أنا مش هسيبك بعد اللي عملته. يلا يا درغام، اهرب 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 اهرب. هو اللي سوى كده. تمام، الفحم أحمر خلاص. هوي هوي هوي، يلا هوي بسرعة. هوي يا جدي بهوي. ما ينفع تهوي بالشكل هذا، أسرع أسرع من كده، يلا أسرع أسرع يلا. أسرع يلا كمان. يا من كثرة التهوية الولد طار مني.
لي. بص يا ليث، نزلت تطبيق جديد على الموبايل يخليك تلاقي الكنوز الحقيقية في أي مكان أنت موجود فيه. قلت كنوز حقيقية؟ باعتبار إن الكنوز حوالينا في كل مكان؟ أيوة طبعاً أكيد، عن نفسي مصدق مالكش دعوة. صدق براحتك، أنت حر. ما تحبطنيش يا هادم الأحلام، دلوقتي هدور حوالينا وهلاقي كنز كبير بعد شوية صغيرين قوي. وأكيد دفعت فلوس عشان التطبيق صح؟ مش سامعك خالص. الكنز يقترب، الكنز يقترب. لقينا لقينا كنز، شفت مش قلتلك؟ ايش الكوميديا؟ ويا ترى فين الكنز اللي هنا؟ جايبه بالظبط. وجدنا الكنز، وجدنا الكنز. ده ايه ده؟ ده الكنز بجد؟ بس هذا صندوق مكفول. حبيبي يا تطبيقي انت، انت جميل قوي. شكرا لكلامك الرقيق. انا ماني مصدق، انت جد محظوظ يا عم فلافيلو، هذا صندوق قديم وشكله كأنه كنز. شفت بقى؟ يلا فكر هنفتحه ازاي بسرعة. وخروا. شكرا قوي يا درغام يا حبيبي. اهلا يا شباب، كنتوا ناويين تفتحوا صندوق الكنز من غيري ولا ايش؟ تعالوا بصوا كده معايا على اللبس الجميل اللي طالع منه عامل ازاي. اوه لا، وكمان في سيوف ودروع واشياء تانية. ها راح اخد هذه، راح اخد هذه. وده ليا، وده ليا. انا كده ما تبقالي اي شيء. لا فاضل القلم ده في اخر الصندوق. يلا خد العب انت بدايه. تعال هنا يا محارب يا شرير. انا اوريك يا ابو شرب اصفر قوه الليزر. خد هذه بغلبك يا فلفيلو. انت عمرك ما تغلبني. اوه اللي تبقالي من كل الاشياء هذا القلم التافه. اللي حصل اليوم، كنا في رحلة عائلية كالعادة. بابا تعلم الطيران وهو بيهوي للشواية، وعمي فلافيلو لقى صندوق كنز غريب. للأسف هم أخذوا كل الملابس اللي في الصندوق لنفسهم، وأنا ما تبقالي غير القلم الصغير هذا. لكن مو مهم، مجرد ملابس. إيش المسلي في الموضوع؟ اللبس ده طلع مسلي جدا قوي، فيري ماتش. بس يا خسارة، ما تبقى الليث حبيبي أي شيء منه. القلم انكسر كمان؟ المهم حكمل بالقلم اللي طلع من صندوق الكنز اليوم. أنا فين وقفت؟ أنا نفسي إن الملابس حقتهم ترجع للحياة وتهرب منهم تماماً، وبكده يعرفوا إيش معنى إنهم ما يلعبوني معاهم. دلوقتي هنجرب قوة المخدة دي. بص كده باين قوتي اشتغلت، أنا بطير بطير في الهواء. لا تمزح، قوة إيش اللي بتكلم عنها؟ ترى في أشياء غريبة بتصير. لا طبعا، أنا متأكد إن ده بسبب القوة السحرية بتاعتي. حتى بص. فلافيلو، أنا حاسس كده إن الملابس رجعت للحياة مرة تانية. يا ماما. ايش هذا؟ ايش الخبط والتكفير اللي مرة هذا؟ انتكم نايم، ايش في يا ولاد؟ ايش اللي بيصير لنا هذا يا فلافيلو؟ انا مش عارف، بس دي حاجة مسلية جدا، حاول تستمتع وما تسألش ليه. استمتع ايش بس؟ الصالون اتدمر، ما في كرسي سليم. هتحتاج تصرف 10,000 دنجل على الاقل على تصليحه، بقت 12,000. التلفزيون راح هو كمان. اي 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 اي، رايح للباب تقريبا، ماني عارف ليش. الحقني الحقني الحقني. وانا كمان شكلي كده جاي معاك. الباب كمان راح. بقت 13,000. الباب كان أغلى من كده. إيش اللي حصل هنا؟ هذا كأنه في حرب في البيت. إحنا خسرنا أشياء بحوالي 13,000 دنجل. 13,500. أنا إيش بسوي يا فلافيلو؟ شكلي بضرب بشيء، بس مو أنا اللي بضرب، الملابس تقريباً هي اللي مخليتني أضرب. وأنا كمان برفص العربيات يا درغام، مش عارف أبطل. آسف يا عربية، مش زعلان منك، صدقيني اللبس ده هو اللي بيعمل كده.
الوحدة العاشرة، هل تسمعني؟ حول، أرسلوا تقرير الحالة. تقرير الحالة، نحن نأكل. الأكل لذيذ وقربنا على الشبع. عليكم التحرك والذهاب للشارع الجانبي، لدينا بلاغ عن أسد وفيل في حالة جنون. علم تماما يا سيدي، هيا تحرك لنركب بسرعة. السرينة لا تعمل، سأتولى الأمر بصوتي. تمام هكذا. بما أني ما في صوت يعني كده التسلية خلصت، حيتسلوا قد إيش بسيفين ودرعين قدام وصغار. المهم أنا راح أكمل كتابة، وأنا كمان بتسلى بالكتابة عشان ما في شيء يمنعني أستمتع وأنا بكتب الأحداث اللي بتصير في يومي. ممكن أكتب اللي أبغاه، مو كده؟ يعني مثلا لو أبغى كل السندوتشات تتحرك وتصرخ وتقول لومبان لومبان وتضحك كمان بصوت عالي، هذا حيكون موقف مضحك مرة للكل. لا استنى، وكمان السندوتشات لو عندها شنبات حتصير لذيذة. الأكل بشنب مرة غريب، بس أي شيء يعني يضحك وخلاص. يا معلم، ممكن بس تحدف لي واحد شيش كمان؟ حالا، تحت أمرك، تفضل. لومبن 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 لومبن. تعال تعال هنا، أنا لسه ما أكلتش. صدمشاتي أولادي، وينكن؟ ابتعوا لهون. حتى لو مثلا كله بدأ يرقص رح يكون مضحك جدا ومسلي، ورح يعجب الناس ويخليهم يتسلوا مرة. الحقونا، ساعدونا يا ناس. استنوا، انتوا بهدلتوا المحل بتاعي. في ايه؟ انا برقص لي غصب عني بالشكل ده. يا مامي، ايه اللي بيحصل معانا ده؟ ارجوك ما تزعل مننا يا عم البقال انت. البوليسجي، انتوا انتهيتوا خلاص؟ ما الذي يحدث؟ لا 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 لا، لا افهم بالمرة، لا استطيع التوقف. يلا يا حضرة الضابط، وقفوا دول وخذوهم على البوكس بسرعة. ليس بإرادتنا، لا نستطيع التوقف. هزوا درغام، بص مش احنا بس اللي بنتنطط وعمالين نرقص كده. اهلا، اتفضلوا معانا هنا، اتفضلوا معانا. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا. والمباني تبقى حية وتتمشى في المدينة ويتفرجوا الناس عليها. يلا يا سلام يا عيني، هز معايا، يلا تعال من الجنب كده يا ليف، قوم يلا. ايش فيه؟ ايش ده؟ جدو انت كويس؟ انت ليش بترقص كده؟ مالك بس؟ ايش اسوي بس؟ ليف قول لي انا ايش اللي صار لي؟ انا ليش اسوي كده يا ولدي؟ وبعدين انت فين امك وابوك بالضبط؟ ايوه انا ايش دراني، انا على طول في غرفتي. استنى يا جدو، في اصوات برا. احد يجي يوقفنا؟ انا ما رقصتش في حياتي كده ولا حتى في فرحي. واضح كده انه الحي كله عنده مناسبات سعيده. ايوه، هز كمان. دقيقه، بوليس بيرقص والملابس تتحرك، الموضوع كده يعني انا ايش ده؟ لا مو معقول، الأشياء اللي كتبتها في مذكراتي صارت حقيقية. ممكن هذا يكون بسبب القلم الخاص اللي كان في الصندوق هذا. يلا دحين امسحهم بسرعة، يلا. ما بينمسح. ايش الصوت اللي انا اسمعه ده؟ ايش هذا كمان؟ لا هذا مستحيل. هو انت ايش كتبت تاني؟ ليه تقول لي بسرعة؟ الأحسن ما اقول اي شيء. ايش احنا بنسوي دحين؟ طالما القلم السحري طلع من الصندوق اللي لقيناه، يعني في ممسح حقته هناك، لازم نوصل للصندوق. واحد، اثنين، ثلاثة. السيارة هناك، يلا نركبها. درغام، هو قال فين رايح؟ فين رايح؟ البيت حيروح فين يا فلافيلو يعني؟ تقريباً مش جاي له نوم، فرايح يشم شوية هوا. لا تمزح يا فلافيلو. البيت فين رايح؟ فعلاً البيت ماشي. بيت درغام بيمشي لوحده، ينفع يتعمل فيلم كرتون ياباني من الموضوع ده. هذه الحفرة اللي طلع منها الصندوق، أنا اللي رميتها آخر مرة. امسكني يا جدو، لازم أسحب الصندوق لفوق. يلا طيب. يلا بسرعة. فين هادي؟ فين؟
تقريبا في اخره. لقيت الممسحه، انا خمنت كويس، انا عبقري. يلا خذ الدفتر وامسح بسرعه كل اللي كتبته. يلا تمام بمسحه. في شيء بيصير. ايوه كل شيء بيرجع زي ما كان. أنا نجحت، الدفتر فاضي، كأني ما كتبت بالقلم نهائي. يعني لازم أرجع كل شيء زي ما كان. أتمنى الصندوق وكل ما فيه يختفي وما يظهر تاني. إيه ده؟ إيه ده؟ ملابسنا فين؟ إيش ده؟ القلم كمان بيختفي، اختفى خلاص، كل حاجة اختفت بسبب الممسحة اللي جبتها دي. كده أحسن، كله تمام، كده الحياة رجعت من غير أي أضرار. ليف، لبسنا اختفى كده مرة واحدة من غير سبب؟ ليك علاقة بالموضوع؟ كيف لي علاقة؟ ما أنا زي ما أنتوا شايفين جالس في غرفتي. خلاص هنعمل إيه بقى؟ أنا نزلت تطبيق جديد يلا نلعب بيه سوا. تطبيق إيش تاني؟ ليش كده؟ تطبيق بيلاقي مصاصين الدماء اللي حوالينا. إيش؟ إيش؟ لا مستحيل، إياك تدخلني في الموضوع هذا معاك يا ماما. بهزر يا حبيبي بهزر. يا ليث بهزر يا ابني، هو في تطبيق كده اصلا؟ انا اصلا خفت زيك يا ماما. لو كان ده حقيقة يا ماما.